السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة انفيديا عملت ذكاء صناعي تقدر تدرب بيه الروبوت في البيئة الافتراضية، فهيحصل تطور كبير جدا في الروبوت. في طبعا روبوت من 10 سنين بس هو بيبقى مبرمج على حاجات معينة، حاجات بسيطة. دلوقتي لأ بقى، خلاص الذكاء الصناعي موجود، فيقدر ان هو يتكلم معاك ويدردش معاك، هيعمل طفرة كبيرة جدا في المجال. والجميل ان المفاتيح دلوقتي بقت اوبن سورس، فتقدر ان انت تشوفها وتبدأ ان انت تعمل حاجة خاصة بيك انت. تمام، دي كلها امثلة بس يمكن بتحمل هيت. وتقدر تبرمج الروبوت بتاعك زي ما انت عايز. ده البحث العلمي اللي هم عاملينه وهو اوبن سورس، فتقدر تلاقيه هنا وتقدر ان انت تحمله على الجهاز عندك. طبعا فكرة الاوبن سورس دي فكرة عبقرية، بحيث ان كله بيتبادل المعلومات وكله بيطور في الذكاء الصناعي في نفس الوقت. دي الورقة العلمية اهيت لسه بتحمل، هبقى اسيبها لكم ان شاء الله تقرأوها بإذن الله.